جريري الا ما يلقطوا هالعفريت يلموه حج عم يكسر بين هالبيوت يجيبوا لنص البيت لعندي هون يبهدلوه بهدله يا عيب الشوم عليه. عيب الشوم على مين؟ عيب الشوم عليك انت. هو مين ضل يلقطوا ويجيبوا؟ انت بتتكلمي عن سفاح المعادي؟ ده عفريت يا حبيبتي عفريت. حبيبي غسو اسمعني منيح الله يرضى عليك، اذا ما قنعت مرتك وتركت الشقه رح نتبهدل ها، بعدين رح نوقع واحد ورا الثاني من احجار المدينه. دا دي دو مدينو الدومينو. ايوه مثل احجار الدومينو هي. حبيبي نحن لازم نوقف وقفه رجل واحد ضد الشبح ضد كل شيء ضدنا، عم تفهم؟ نحن لازم نستخدم سياسه تلازم ال اللي هات شغلتنا معك بطلوها مش عارفها بتقولها ليه. تلازم المسارات. ايوه تلازم المسارات. المسارات مديع القصه فيها حبش الشبح، يعني شيء بخوف شيء مرعب. انا ما بقى فيي اجري ما بقى يحملوني. اتركوني يا جماعه انا بروح يومين زمان عند شارلوت وبعدين بنشوف شو بده يصير. اتركوني. لا انا مش معك، لا مش صح، انا مع بديع. احنا لازم نبقى ايد واحده، وانا وجهه نظري احنا نتجمع كلنا ونقعد في شقه واحده. عندي لا عندي ايه مش هينفع. يا سلام لم عندي. قولوا الله يا رجال. هنقول الله يا رجال بس هنقعد فين في الاخر؟ عندي. عندك تفضل. اللي بيقوله الاستاذ صلاح 100% صح، لازم تقنع مرتك، لازم نقاوم للنفس الاخير، ولا ما عندك الجرأة انك تقول لها فشر. انا الرجال، انا كلمتي اللي بتمشي بالبيت. نسوان بده يحكموا بالبيت ما فشر، اذا بتحكي كلمه بقطعها شقف وبرميها للبسينات. شال مسخره الامر لي غضنفر. بينا يا رجال. يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هشتمور بكتمور كهتمور يا خدام. هو ايه العفريت هندي؟ يا خدام هذا الاسم حصن عبادك، حصن عبدك صلاح ابن ابن عز اسمه ماما؟ ايوه هاكي اسم بوكيمون. صلاح ابن بوكيمون وغسو ابن زلفة. ابن زلفة عز اسم الام. اسم امي زلفة. وبديع وبديع ابن ال ابن ايه ده انت مش عارف اسم امك؟ عاوز انا اقولهولك؟ ايوه انا اعرفه منين؟ وبديع زليخة. يا زلمة شو بقى نسيت؟ أيوة أيوة وبديع ابن زليخة. أمك اسمها زليخة؟ أيوة. لا لك حق تنساه. بحق الحرز الحصين الملك الرصين. أيوة. وعين الجبين وغوث المعين من كل هامة وطامة. أيوة. وشر الشرور السفلي والعلوي. والميديوم عشان قاعد في الرابع. والميديوم عشان قاعد في الرابع. ومس اليقين يا رب يا رب يا رب يسر أمه. ويا بنت جمالك هبشني والهبشة جد. الحمد لله بالسلامة يا دولة، علي الطلاق نورت العمارة كلها. خير يا معوض؟ شوفي شو اللي عم بيصير؟ أنا ما عم بفهم. كل خير يا ست الكل، مالك بس بتزعق ليه؟ حاجة بسيطة يعني، الناس اللي كانوا قاعدين في الشقة قالوا إن الشقة مسكونة وسابوها ومشوا. شو هالحكي هاد؟ إذا بيسمعوا العالم هذا الكلام والله العظيم ما عاد حدا بيستأجر الشقة. أنا عايزك بس تهدي كده وتتكي على الصبر. أنا عايز أقول لك حاجة. عايز الحاج ولا ابن عمه؟ اتفضل. مش هم لوحدهم اللي شافوا في حاجة في الشقة. أنا كمان شفت. اسكتي. شفت؟ الناس مش عايزين نعرف حد حاجة. سيبينا نحل الموضوع ونشغل دماغنا. تمام؟ كلهم قاعدين فوق ده الواقع عند الأستاذ غسان. كل اللي انا عايزه منك ان احنا لما نطلع فوق كل لما يقول حاجه تقولي امين يا معوض. اتفقنا؟ خلينا نشوف. امشي قدامي. لا علي الطلاق العين ما تقلقش عن الحاجه. اتفضل يا ست الكل. طيب يا جماعة ما توخزوني، ما تفكروني عم بشحطكن يعني، بس إذا بتريدوا تطلعوا لبرا لأنه بدنا نفل.
والله إذا قراركم النهائي خير وخلاص راح تفلوا، معناتها نحن كمان خلاص جوكيت. جوكيت أم كت إيه يا أستاذ بديع؟ أنت كمان أنت ما بتصدق، وأنت هي دي آخرتها؟ بقالك ساعة عمال أنا همشي همشي وأقول لك مش هقدر أستغنى عني، أمال إيه بس اللي الجار للجار والجيران لبعضيها؟ دي آخرتها يا رزة. صح كلام ميرفت مراتي صح، جوكيت إيه بس في الصيف أنت كمان؟ لا وبعدين يا جماعة اسمحوا لي يعني، ما احنا هنقعد مع بعضينا يا اما لو هتسيبوا البنايه وتمشوا لازم تشوفوا لنا شقه معاكم، لاننا قدرتنا ما تسمحش بكده. مش كده حبيبتي؟ قول لهم يا صلاح. يا صلاح طولوا بالكم يا جماعه. لا لا انا تعبتك كتير قبل كده. يا حبيبي شهيد. السلام عليكم، اتفضل يا است دولت. والسلام ورحمه الله وبركاته. الست دولت جايه بنفسيها ايه؟ انت خد هنا، اقف جنبي هنا. كنت هسلم على معوض. ما تسلمش على حد. اهلا يا حبيبتي، ازيك نورتي. اهلا بيكي. مظبوط الكلام اللي عم يحكيه معوض؟ امال مظبوط ونص، ده مش الكلام اللي بيقوله معوض، ده الدنيا كلها بتتكلم. القصد قول لنا هنعمل ايه في المرحوم جوزك؟ ايه يعني شو المفروض نساوي؟ والله انت بتسالينا احنا اللي شو المفروض نساوي؟ احنا اللي بنسالك، ده جوزك وانت اللي ادرى بيه. قال جبتك يا عبد السميع تعني لقيتك ما تسواش حاجه. لا يا عبد المعين تعني. انت تسكت خالص واللي انا اقوله هو الصح. حاضر يا حبيبتي اسكت، بس هي عبد المعين تعني، لان لو عبد السميع يبقى جبتك عبد السميع تسمعني. يا جماعة طولوا بالكم، ما هو وقت هلا ست دولت. يعني نحن اسفين بس هي ميرفت معها، انت ادرى بالشبح جوزك الله يرحمه، بتعرفي امتى بيروح وامتى بيجي وامتى بياكل وامتى بيفيق وامتى بينام وشو بيشرب. انت بيشرب وبياكل، شو بدنا نعزمه على الغدا؟ نحن ناقصنا مصروف هلا. اخدوم سيو غسو، شو بك؟ شو صاير لك مبحت على مرتي مثل الاباوي؟ مرتي اختصاص اشباح ودقن. طب بص على انت كمان، عارف اقسم بالله لو ما احترمت نفسك لا تحصل المرحوم جوزها. ينفع احصله 3 ايام بس؟ لا العمر كله يا حبيبي. وبعدين ما هو معاه حق، لازم يبص لي. ايه يا حبيبتي الفستان اللي انت لابساه ده؟ انت جوزك ميت ولا جايه تحضري حفله الجراديويشن؟ تجيب لي فستان زي ده عشان البسه لما تموت. ايه ده، وانا هموت قبلك؟ طبعا. خلاص يا استمرت، خلاص يا استاذ صلاح. انا هقول لكم على حاجه، انا ممكن نجيب لكم شيخ يعزم عليه ويصرف. ايه طبعا بدنا نجيب شيخ دجال يضحك علينا. شو المسخره يعني؟ موافقين ولا مش موافقين؟ لا 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 يا اخوالنا يا اخوالنا، خلونا متحضرين نلعبها ديمقراطيه، ما ينفعش يبقى شكلنا كده قدام البواب. لا انا رايي ان احنا نصوت على الموضوع. صح صح خلاص، اللي موافق على اننا نجيب شيخ يقوم برفع يده. وايد اجماع. خلاص الموافق على اننا ما نجيبش الشيخ يقوم برفع يده. ها وايد اجماع. ها طمنا بقى بعد فرز الاصوات النتيجه ايه؟ معوض يمشي. يمشي كيف يعني؟ يعني انتم موافقين ولا مش موافقين يعني؟ موافقين يا اخي، متنيلين موافقين يا اخي. الله ماشي ماشي يا صلاح بعد اذنك. خليك يا ست دولة. مع السلامه يا حبيبتي. انا هو شيخ لؤي. يا شيخ لؤي اصحى عشان المدرسة، اصحى عشان المدرسين السفلي في انتظارك. براسه ايه؟ احنا عايزين نطلع نخلص الشغلانه دي، السكان كلهم قاعدين في انتظارك. سوندسي باريكا بلا سيباريكا بلا ابراهيم كاريكا. اطلع يا اخوي، ربنا يجعل كلامنا خفيف. فاكسن سمن اليا روبر نديا جيا. لا شي كتير،
لاش كتير 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 كتير. ايه انا بتعرفي من شو خايفة؟ خايفة انه هلا يعرف انه جايبين له شيخ يقوم ينتقم منا، يصير يلاحقنا يبتزنا يبعث لنا مساجات. والله العفريت هيبعت لنا رسائل، ده على ايه؟ على الواتساب ولا على انستجرام؟ اه صح، هيفضحنا طبعا على انستجرام، اصل عنده فولورز كتير. ممكن تقعدي ساكته بقى خالص لان انت بتفهميش حاجه خالص. لك يا ميرفا طولي بالك شوي، رزق معاها حق. هذا الشيخ اذا ما قدر على العفريت ممكن يلعن سلاف سلافنا، مو بس ممكن يطلع لنا على الانستجرام وممكن يجي لنا لايف. هيجي لنا لايف؟ بصي انت قصدك مش هتقولي غير كده، عارفه ليه؟ لان انت قلوده، واي حاجه هي بتقولها انت بتقولي زيها، هتفضلي كده طول عمرك مالكيش شخصيه. قال العفريت هيلاحقنا، اه هيجي يمشي ورانا. ليه بينا وبينه طر؟ اسكتوا انتوا الاثنين يا فلاحين يا اللي ما بتفهموش حاجه. لا معها حق، وممكن يلتبسنا كمان. يلتبسنا؟ لا والله، الستايل البرازيلي ده مش ستايله. وبعدين انت اصلا مقاسك اكس سمول، هو مقاسه اكس لارج، مقاس رهف. انا مقاسي اكس لارج؟ لا حبيبتي، انا لما كنت صغيره كنت اكس سمول، بس هن 6 كيلو سيليكون حطيتهم قام صرت ميديوم. انت اللي اكس لارج. انا اكس لارج؟ يا اختي ربنا يسترك يا رب. انت هات جايب لنا شيخ من باريس سان جيرمان يا هات؟ علي الطلق يا أستاذ صلاح، ميسي الدجالين، كريستيانو المنجمين. سفلية، روح سفلية. سحلية؟ سفلية، سحلية ايه بس؟ ممسوسين. شفت صلاح باشا؟ شفت صلاح باشا؟ أنا ما بقولش كلام مجاني. الواحد واحد ساعة 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 بدي يا حبيبي، قل لي شو شفت؟ شو لا ميزون لا بورت دو أوبين، بورت دو مون دو أوبين لو شيرت دو خارج. طويل وأسمر. أيوه طويل وأسمر. كمل كمل وأنا أترجم لك. لو خار باش اتليست و ذا اند استخور باسكو كل مون ديج درس. اه شتمو ونزل. شتمو ونزل. حضروا لي بسرعه ما يسخني. تتولد حد ولا ايه؟ بلا نطلع على شقه الست اولاد. لقسن سمن اليا سوندي سي باريكا لقسم سوندي بيرا اما افامي سوندي سي باريكا سمحو سوندي سي باريكا لقسم سوندي بيرا اما افامي سوندي سي بريمي لقسن سمن تذكروا هالأفلام الأمريكان يلي بيجي العفريت وبيلتبس بالشخص. أنا عتلاني هم غسان إنه يا هيك شي عفريت يجي ويلتبسه، كيف بدي أعرفه إنه هو غسان الحب يعني؟ يا سلام لملم، يا سلام. لا ما تقلقيش يا حبيبتي، ساعتها هنبقى نعمل له دي إن إيه، هتعرفي إنه هو جوزي. وبعدين ما فيش أصلا عفريت عنده حسنة، ما تقلقيش. بوران رهف حبيبتي الله يرضى عليكي، بدك التان وزعفران وزيت وسكر والديك اللي طلبه الشيخ، وصينا عليه ديفيريري. استاذ بديع بقول لك ايه، فاكر اول مره جيت فيها هنا العماره وانت داخل كده لقيتني انا في وشك، سالتك سؤال، كان ايه هو بقى السؤال ده لو تفتكر؟ لك لا وقتك دي التانية، لك انا شو بعرفني ليش انا بتذكر شيء ماني متذكر. بدعدع تتذكر انا وانت وين حبينا بعض وين جوزنا؟ لك رهف شو هالحكي؟ هلا وقت الحب وما حب؟ لك امشي خلصيني. مستر بديع بدي اقول لك شغله، بتذكر وقت اعطيتك خاتمه ذهب وانت عرفت الحجره شو هي؟ قلت لي هي حجره نادره، شو كانت الحجره؟ والله يا جارتنا ما بعرف هلا انه هي حجره ولا مو حجره. لك يا جماعه صاروا فوق عن شقه الست دوله، الشيخ صار هنيك وعم بيقول انه العفريت طلع سفلي سفلي. يلا الحقوني يلا يلا. لك يلا فشرت فشرت. لك يا باطل، لك هذا الحكي بيطلع منك يا عم عصام؟ ايه
لك والله واللي اسمه الله مالك قاعده بهالبيت ولا دقيقه واحده. لك روحي وانت طالق. لك يبعت لي حم وداء السل يسل بدني يسل. سامحني خيي. لك شو دخيله الحلو دخيله منشر غسيله. ايه خلاص اذا هيك سامحتك امشوا. لك خلصونا بقى. لا هو لك خلصونا. وين الزعفران وينه؟ وين كتان؟ هاتوا الزعفران بقى. هاتي تحت لك. ها خدي. يا لهوي شفتوا جمله؟ وبعدين شيخ ايه قطع لساني؟ ده مش شيخ، ده فاشونيستا انفلو حاجه كده قمر. وبعدين احب اطمنكم بقى، العفريت قاعد قاعد مش هيمشي، مفيش حد يشوف القمر ده ويمشي، خلاص انسوا. بتعرفي شو اكتر شي بحبه فيكي؟ ايه؟ انك بتعطيني امل. يعني شو يعني؟ يعني العفريت رح يبقى ورقعد بوجده ورح يعذبنا كل حياتنا؟ العفريت قاعد وانا قاعده. يا حبيبتي كفايه بقى طاقه سلبيه. في ايه؟ ما خلاص طولوا بالكم. لا هتجنني. بصي للجزء الحلو في الموضوع. طولوا بالكم. اقول لك على حاجه، تعالي كده بالطاقه الحلوه دي تعالوا نقوم نعمل يوجا، هي دي اللي هتهدينا. ارفع رجلك كده. مش راضي اتزن ليه؟ في حاجه في التوازن مش مظبوطه. الحلق اللي بيوزن نسيته عند الشيخ، هطلع اجيبه. لا لا لا، ما هو وقع بالغلط. وقع بالغلط. طب يا حبيبتي بقى ركزي تاني بقى عشان الحاجات اللي بتقع بالغلط دي، ها؟ عشان انا وقت الغلط بطرت الزلط. خساره افتكرته فوق عند الشيخ، كنت هطلع تاني. مش مهم بطلع مره. يلا يلا يوجا. هيدا يوجا ولا عم تعملي فوتو سيشن؟ معلش بس افتكرت الشيخ صورته وشالت روح من بالي. ايه علي راسك. ايه برمي برمي برمي. ايوه علي راسك شوي. واو حلوه حلوه حلوه. نجيت من البيت بالحيط حجر صوان، ونجيت من الغيط هنخصب زي الغيط بحجر صوان برضو. باقي من السبع رشات الرشة الأخيرة. أستاذ صلاح. يا عيون الأستاذ صلاح. أعطيني إيدك بدي أخذ منه نقطتين دم. يا حبيبي صدقني أنا. تنكس يا صلاح. غسان. خلص يا جماعة الله يخليكم، ارحموا شبابي إذا بتريدوا. شو بت أنا عندي حياة بدي أعيشها بعدني بأول عمري. عم ياخذوا دم من غسو؟ بدهم يقدموا ضحية؟ يا ستي لا ما تخافيش، ده هم نقطتين دم. هو هيعمل في عروسة النيل. لطفك يا الله. والله بغب قلبي هلا. ولو؟ ما تخافيش ما فيش حاجة. الحقي معاه توصل، حط شوية زيادة. وهلا الرش السابع. سوندسي باريكا تفضلي تفضلي. شوي شوي يلا اجري بسرعة يا رهف. هاتيلي بصلاية وعصير ومانجاية وقلب شوكولاتة بسرعة. يعني كل هدول مشان تفيقيها؟ افوق مين؟ انا هفوقها ببصل، انا عايزه بقيه الحاجه ليا انا. اجري.
قال خايفة لي على جوزها. يا اختي تنيل وفي رجالة يتحزن عليها. ايه ده؟ وهلأ العفريت رح يتلبس بحدا منكم. يا ساتر يا رب. ديجيا سيبا سيمبا. شو في شيء؟ انا تمام. لا لا الحمد لله. لا طلعت بمعوض. تعال شو يا رب يا لطيف. سودسي بارك الله فيك. سودسي بارك الله فيك. اظهر وبان عليك الامان. لا شو اسمك؟ انا احب معوض مش اخرج. اسمك؟ اسمي تامر. تامر شو تامر هاي؟ شو الاسم هيدا؟ عادة العفاريت اسمهم فرمموش مرححيش برمموش. قديم قديم. أنا قلت لك إنه هيدا أولد فاشن وأنت أولد فاشن. من زمان العفاريت ما سموها الأسامي. ما يكونش عفاريت طفل. مبو 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 عفاريت طفل بس تاريخي. اتركونا وحدنا. سوندسي باريكا لوكسون سوندي براما سوندسي بريميكيا لكسن سمنليا روبر نديجيا ببمرا سوسويا ببمرا سوسويا لكسن سمنليا روبر شرفوا يا رجال. هي طمنونا سبع ولا ضبع؟ سبع. يعني قمحة ولا شعيرة؟ قمحة. يعني أبيض ولا أسود؟ أبيض. لا إذا كان كده بقى علي الطلاق يد يا سمير معلم. يالا والله انت هتخش علي انا يا اخي. علي الطلاق كنت اصدقك. يخرب بيتك جبت الكلام ده منين؟ من صاحب الاندونيسي الميكانيسيان. ايوه يخرب بيت فقرك. قولها تاني كده. بدك اقولها؟ ايوه قولها. سونديسي باريكا لوكسوم. ايوه هي لوكسر دي. علي الطلاق لوكسوم باللي انا كنت فاكرك هتقول لوكسر اللي عندي الاخبار. يخرب بيت فقرك يا بوي. لا وايه دخلت عليهم ايه؟ امسك امسك يا مسامره يا سك. يلا حلال عليك. شو هودي؟ ايه شو هودي؟ ايه حقاتك؟ بدنا حق ايجار بدله. لا بقول لك ايه، اشتغلني وتحور عليا مش هياكل معايا. كان في 10 رجاله قاعدين 10 تنفار كنت جبت اي حد منهم. هلا ما تحكيني هيك، انا عندي اقساط المدارس وعندي اجار البيت، شو بعمل يعني بهالحاله؟ يي خلاص مالك بالراحه، كله عشان اقساط المدارس. انا بطعم قدام العيال الصغيره والله عشان خاطر العيال. اهم حاجه اوعى تكوني بتضحك عليا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هيبقى كده معوض؟ احنا فينا من الحركات دي ولا ايه؟ احنا فينا من ايه يا عم؟ اقعد. طيب يا عم اقعد، مش عايز كلام ياما. ما انت بتغفلنا اهو يا صاحبي. يا اخي غفلتك فين؟ كنت اكلمك في التليفون وعديك حاجاتك. يعني لو ما كنتش جيت دلوقتي ما كنتش شفت الفلوس؟ على الطريق ما كنتش شفت. كنت اكلمك لا مؤاخذه. امسك يا سيدي. هاري ونار والله العظيم. ما تقعد تبص لي. ما خلاص. اهم حاجه دلوه كنتوا نازلين ما حدش ياخد باله. شو مو هو على طول؟ شو ايه؟ شو مو على طول؟ ايوه لو حد قطع عليكم هتبوظ الشغلانه باللي فيها. ماشي يلا قوموا يا رجال الله. خش موشو. ايوه اخوي. ماشي ايوه اخوي. ماشي يلا نشوف. ده انت فقر ذكر يالا خرب بيتك. تعالوا بقى يلا نتصور احتفال النغار في داهيه. يلا يلا يا. بس تليفون مين؟ مش مهم تليفون. لا لازم تليفون. اه صح لازم تليفون. امشي امشي لا خلاص خلاص اوكي. اوعي تصوريني فيديو. ها لا لا بس جوزي مانعني منه. يلا اه
اوكي